يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. قالوا يتيما قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامية، ما كان مثلك أن يكون له أبا يرعاه أثناء الطفولة آوية. إن كنت لن تنعم بظل أبواتك فالله آثر أن يضمك راعيا. صلاة ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، كما بدأنا نختتم مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي تقام تكريما لراحل كريم فاضت روحه إلى رب غفور رحيم. لشيء في الدنيا له حد، لكن حلاوة القرآن ليس لها حد. مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة قرآنية عطرة يطلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بودا سعد، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي وفخر محافظة الشرقية والمقيم بهرية مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. أسأل الله له التوفيق لنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاء وإذا الكواكب
كواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما وما تشاءون
الله رب العالمين. وما تشاءون إلا وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا بربك الكريم أي كريم الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك ما كلا بل تكذبون بالدين
الدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم يوم لا تملك نفس لنفس
والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعل النطفة أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم الله أكبر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون لا ولله الحمد
لا صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة بتلاوة فاتحة الكتاب على روح الفقيه. تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. وقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور الضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار. ومن داخل قصر الضيافة الذي كمل وجمل بهندسته الكهربائية وإذاعاته الداخلية والخارجية إدارة الحاج محمود الفلاح وأولاده أعلام الفراشة والإنارة بجمهورية مصر العربية والمقيم بكفر بحسين بجوار مطحن أبو شعبان. خدمة الانترنت العالمية المهندس ناصر صلاح مقيم بشارع وادي النيل زقازيق. خدمات الفندقية بتر سمير أبو حسن بميت أبو علي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية. يا سادة باسم أسرة الراحل الكريم باسم آل فخر الأعلام أصحاب الواجب في كل زمان ومكان أتقدم بخالص الشكر لكل من أتى ليؤدي واجب العزاء. محاسب خالد بشر الحاج رفعت بيومي المهندس عماد المنسي والمهندس عدلي باشا المتواجدين منذ بداية العزاء. كما أتقدم بخالص الشكر للسادة المستشارين القيادات الشعبية والتنفيذية السادة العمد والمشايخ كل من أتى ليؤدي واجب العزاء إلى آل فخر الأعلام جميعا. شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.